هذه المادة أشبه بنظام الفصلية التي تقدم الضحية كهدية ومكافأة للمجرم المغتصب وثلاثه من العقاب بكل سهولة. فالقانون هو من يشجع على ارتكاب مثل هذه الجرائم. اسمح لي سيد صفاء، يعني كيف للضحية أن تعيش مع مغتصبها؟ وكيف لها أن تعيش بدون مغتصبها؟ هل تستطيع الزواج من شخص آخر؟ كيف سينظر لها المجتمع؟